السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين، يا أهلا ومرحبا وسهلا فيكم في برنامجيتك. معكم أختكم أميرة الوحشي من جامعة الإمارات قسم العلوم السياسية، تابعوني. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أولى فقراتنا اليوم إن شاء الله بناخذ حوار ولقاء مع الطالب إبراهيم محمد من جامعة الإمارات. نرحب فيك إبراهيم. مرحبتين. إبراهيم، المشاهدين حابين يعرفون منو هو إبراهيم طالب في جامعة الإمارات؟ أنا طالب تغذية وزراعة في قسم العلوم بستنة، سنة ثالثة، والحمد لله باقي لي سنتين إن شاء الله وبتخرج. طبعا إبراهيم، الحين أنت قاعد تشتغل على مشروع، وهذا المشروع يحمل فكرة خاصة أو مميزة. طيب ممكن تحكي لنا او تخبرنا شو عنوان المشروع وشو فكره المشروع، عن شو يتكلم؟ اوكي، المشروع عباره عن تاثير تغير المناخ على اصناف الشجر النخيل. نحن في هذا المشروع نحاكي مستقبل في ظل تغير المناخ. كما تعرفون ان الحين الدنيا تتغير، وكيف المناخ بسبب ارتفاع درجه CO2 ثاني اكسيد الكربون. فنحن اخترنا أربع أصناف محلية معروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحطيناها في بيت معزول. وقسمنا هذا البيت إلى ثلاث غرف النمو. في أول غرفة غرفة التحكم، ما طبقنا أشعة الفوق اللمسية على هلا جروب عشان نلاحظ ان في حاله عدم وجود اشعه فوق النموذجيه شو التاثير اللي شو راح يكون النبات. وفي الغرفه الثانيه، في غرفه وسطيه، وضعنا النبات تحت اشعه فوق النموذجيه اصطناعيه في غضون 4 ساعات يوميا. والغرفه الثالثه وضعنا النباتات في غضون 8 ساعات يوميا. تسليط أشعة عليها؟ أشعة فوق بنفسجية اصطناعية. تعرفوا أنه إحنا ما نقدر نجيب يعني ضوء يعني جاهز، أوكي، لازم نجيب. نعم، لازم تسلط، لكن راح يكون تأثيره أقل يعني. تأثيره أقل. نعم. وهالمشروع هو عبارة عن إحنا ليش مثلا إحنا شفت المشروع؟ عشان نعرف النباتات اللي تحمل الحرارة ولا لا. في حال تحملها الحراره، نعم، نقدر نستخلص الجين الموجود داخل النباتات، وهو الخاص في تحمل الحراره، ونضع في نباتات لا تتحمل الحراره. يعني ابراهيم، فكره المشروع اساسا قائمه ان نحاكي التغيرات اللي ممكن تحدث في المستقبل. نحن نعرف ان الكره الارضيه الحين درجه الحراره صايره في ارتفاع مستمر، يعني قياسا على الابحاث، نعم، طوال السنين اللي كانت فيها الدراسه. فبالتالي احنا لما ندرس التغييرات على هذه العينات اللي انتم استخدمتوها في المختبر، يعني ممكن ان في المستقبل ان شاء الله نتحكم في تغير المناخ على هذه النباتات ككل، ولا بس اشجار النخيل؟ اول شيء نحن ما نقدر نتحكم بتغير المناخ الا اذا نحن غيرنا من انفسنا، من عاداتنا. يعني مثلا قللنا نسبه CO2 في 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 المكان اللي نعيش فيه. طيب احنا حابين نخبر المشاهد كيف احنا كحياه يوميه، والناس طبعا في مختلف المناطق في العالم، كيف نساهم في تقليل ثاني اكسيد الكربون في الجو، وبالتالي نمنع من ارتفاع درجه الحراره اللي صايره الحين؟ اول 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 شيء ان نحن تبدا من انفسنا، اوكي. كل شخص يبدل مثلا الطاقة اللي يستخدمها، مثلا اللي جاية من انبعاثات البترول وانبعاثات الغاز، نعم، يغيرها إلى طاقة نظيفة، طاقة لا تلوث الجو. في حالة أن إذا استخدمنا طاقة نظيفة، فبالتالي نحن نحافظ عليها. شو هدفك إبراهيم من خلال هذا المشروع؟ كما خبرتك أن ندرس تأثير تغير المناخ على نمو شجر النخيل. وإذا في حالة أن شجر النخيل يتحمل درجة الحرارة العالية، راح نستخلص الجين
المسؤول على تحمل درجة الحرارة ونقلها في أصناف لا تتحمل درجة الحرارة. نعم. طيب يعني هو المشروع هذا أكيد محتاج فترة طويلة عشان تحصلوا على النتائج، متى بديتوا المشروع؟ بدأنا مشروع قبل سنة. ما زال مستمر إلى الآن؟ نعم. هل في نتائج حصلتوا عليها في هذه الفترة؟ حصلنا على نتائج بسيطة، مثلا النمو تغير، غير ذلك أن التربة تغيرت، الاستراكشر حق التربة تغيرت. نوع التغيير هذا شو اللي بيفيد مشروعكم؟ يعني المفروض أن المشروع هذا ينتهي بعد كم المدة؟ المتوقع أن بعد 4 سنين ممكن يستمر، لكن كهدف أساسي ورئيسي أنه يكون المشروع 4 سنوات. 4 سنوات أو أقل، حسب ما نحن نشوف، يعني حسب إمكانياتنا وحسب جهودنا. نعم. النتائج ما تبين خلال هالفترة؟ لا تبين النتائج إن شاء الله تبين، وهذه راح تفيدنا أن نفس ما خبرتك أن إذا كانت تتحمل درجة الحرارة راح ننقل الجين المختص لتحمل درجة الحرارة ونقله لنبات ثاني ما يتحمل درجة الحرارة. نعم. فبالتالي نحن نحافظ على النبات، على أصناف النبات. تعرف أن أصناف تعرف أن النخيل من أولى الاهتمامات للدولة الإمارات العربية المتحدة. صحيح. للحفاظ عليها، لأنها تعتبر من الماضي، تعتبر رمز من الماضي العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. غير النتائج وغير الأهداف اللي كنت تصبوا عليها، من وين أصلا جاتكم هذه الفكرة، ومن ساعدك أو كان مساهم معك في تطبيق هذه الفكرة؟ المساهم وإشراف الدكتور محمد عبد الرحمن سالم اليافعي، مساعد عميد شؤون الطلبة لكلية طلبة كلية التغذية والزراعة. طبعا إبراهيم، أنت مش هذا أول مشروع أو فكرة تطبقها، كان لك مشاريع سابقة صحيح؟ عندي مشاريع قبل. في مشروع يتعلق في المواصلات فائقة السرعة واستخدامها في القطارات الحديثة. نحن نعدل عن الفكرة الموجودة في اليابان، اوكي، بنعدلها عشان نطبق الفكرة هذه في القطارات الحديثة الموجودة في دولة الإمارات، يعني راح تكون إن شاء الله في دولة الإمارات العربية المتحدة. والفكرة الثانية أن ندرس ظاهرة بحرية، اوكي، على 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 جزيء، اوكي، ندرسها في الاوبتيكال فايبرز، في الالياف البصريه. نعم. تعرف ان في المستقبل ان شاء الله راح يصير استخدام، راح يصير استخدام كبير في الاوبتيكال فايبرز، وراح نستغني على النحاس، راح نستغني على النحاس في توصيل الانفورميشن، توصيل المعلومات، اوكي، عبر الاسلاك. طبعا ابراهيم، بصراحه اتمنى ان نتائج هذه المشروع تطبق فعلا على ارض الواقع، خصوصا احنا عندنا في دوله الامارات مثل ما ذكرت ان اشجار النخيل تعتبر ثروه. نعم. محافظتنا على هذه الثروه بتخلينا نحافظ على الثروات الاخرى. نشكر تواجدك معنا وسعداء جدا باللقاء معك وهذه المعلومات اللي استفدنا. شكرا ابراهيم. أعزائنا المشاهدين، عندنا فقرات ثانية، انتظرونا بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، في هذه الفقرة بستضيف زميلتي وأختي اليازية. أهلا وسهلا ومرحبا فيك اليازية. هلا اليازية، يا ريت تعرفينا بنفسك وتعرف المشاهد الكريم من هي اليازية. اليازية سليمان الشحي من جامعة الإمارات العربية المتحدة، تخصصي تربية خاصة، موهبة، مسار الموهبة والتفوق. اليازية، احنا عرفنا ان مشروع التخرج مشروع يخص الأطفال وكان عن طريق تطبيق موقع إلكتروني، خبرينا شوي عن فكرة المشروع. فكرة المشروع بداية كانت أكثر مشروع جدا صعبة، يوم الدكتورة قالت لنا لازم تبدعون فكرة المشروع، فأخذنا فترة طويلة ونحن نفكر ونقول شو يعني ممكن أن نبدع فيه. جتني فكرة المشروع من دورة أخذتها سابقا، كانت عبارة عن تطبيق موقع، كيف أن نحن نسوي موقع. اقتبست هذه الفكرة من هذا المشروع وسويته، بدأت فيه. كانت فكرة المشروع هي عبارة عن أسئلة إثرائية تفوق المرحلة التأسيسية، بما أن تخصصنا موهبة وتفوق،
فالطالبات بحاجة إلى أسئلة إثرائية فوق مستواهم العلمي. طيب يعني اليازية كانت أول خطوة، أو ممكن أقول يعني الخطوة الصعبة اللي واجهتيها، أنك تبحثي عن الموضوع أو فكرة المشروع، صحيح؟ صح. طيب خذ منك كم وقت أنك تبحثي عن الفكرة لين ما أنت اقتنعتي أن هذه الفكرة لازم هي اللي أقدمها في مشروع التخرج؟ تقريبا شهر، نقول شهر ونص. بس تدوري الفكرة؟ بس أدور الفكرة، لأن تطبيق الفكرة نفسها صعب. يعني أنت ممكن تطلعين ملايين الأفكار، صحيح، بس تعالي حق التطبيق بيكون صعب. فمجرد أنه موقع إلكتروني وبيكون موقع يدخلون الناس يتفاعلون فيه وبيكون في تواصل بينك وبين الأهل، جدا صعب. فتقريبا الوقت اللي خذ حق الفكرة فقط شهر ونص. طيب أنت بعد ما أخذتي هذه الفكرة، الفئة المستهدفة كانت هي؟ طالبات الصف الأول الأساسي. طيب مرحلة ابتدائية ممكن نعتبرها. مرحلة ابتدائية. الموقع الإلكتروني اللي أنت طبقتي عليه للمشروع، أو كان هو تنفيذ المشروع، كان يتكلم لجميع فئات المجتمع، صحيح؟ يعني الفئات المستهدفة لهذا الموقع الإلكتروني، أن أي حد يقدر يدخل الموقع الإلكتروني يأخذ معلومات ويتعرف على تفاصيل المشروع، صح؟ هو حاليا كموقع الكتروني كان حق طالباتي للمرحله التاسيسيه، اللي انا تعاملت معهم هذا الفصل الدراسي كوني خريجه هذا الكورس. نعم. كان عباره عن مشروع تخرجي، لكن مستقبلا ممكن انه يتطبق على جميع مدارس الدوله. اذا مثلا انا فكرت اني اطوره مستقبلا ويكون على رابط الكتروني يدخلونه ويحلون، ليش لا؟ اليازية هي الفكره، فكره المشروع انك تستهدفي الفئه هذه. طبعا بالنسبة لتخصصك، فأنت شفتي أن في رابط كبير ما بين التخصص وما بين أني أطبق هذا المشروع. نعم. شو الصعوبة اللي واجهتك أن أنت ممكن تتعاملي مع هذه الفئة، بالنسبة أن أنت تقولي لي طالبات المرحلة الابتدائية خصوصا الصف الأول؟ طبعا أي مشروع بداية وقبل ما تطبقينه يكون لازم تواجهك صعوبات. قبل التطبيق طبعا قلت لك فكرة أني أطلع الفكرة، أول شيء واجهتني صعوبة. أثناء التطبيق طبعا واجهتني جدا صعوبات، مثل يوم البرامج، أول شيء على أي برامج تشتغلين. اشتغلت على عدة برامج، يوم بدأت أشتغل يوم أشتغل ينمسح معي. التكنولوجيا جدا صعبة، التعامل مع التكنولوجيا، صح. يوم مثلا تستخدمينه يبند عليك في أي لحظة. هذه كانت واحدة من الصعوبات أثناء تطبيق المشروع. صحيح. يوم طبقته على طالباتي كانت الصعوبة هي في الإنترنت، يعني كيف يفتحون الويب سايت. وبعد الطالبات اللي في المرحلة الابتدائية هم اللي كانوا واستخدامهم بعد التكنولوجيا، بما انهم طالبات مرحله ابتدائيه وصغار، فصعب انهم يتعاملون مع التكنولوجيا. وانا كانت من ضمن اهدافي، هدف المشروع، ان اشوف كيف الطالبات المرحله التاسيسيه يتعاملون مع التكنولوجيا. يمكن هم الطالبات يتعاملون مع الايباد، الايفون، الالعاب، صحيح. لكن كشكل كبير مثلا اللابتوب او التكنولوجيا بعدهم ما تعاملوا معه. فكانت من ضمن اهدافي اشوف كيف هم يتعاملون مع التكنولوجيا. طيب الموقع الالكتروني اللي انت الحين قاعده تبني مشروع التخرج عليه، الى الان لم يعني يتم تاسيسه فعليا او طرحه على الشبكه العنكبوتيه، صح؟ صح. بالنسبه للموقع الالكتروني ممكن توصفي لنا اياه شويه؟ الموقع عبارة عن، هو ما نقدر نقول موقع ولكن هو صفحة ويب سايت تحتوي على أسئلة إثرائية للطالبات المرحلة التأسيسية، بالإضافة إلى ألعاب. طبعا المرحلة التأسيسية يوم بيدخلون الصفحة ما بيقولوا لك مثلا إذا كان مثلا بشكل رسمي، ما بيقولوا لك، ما بيحسون بالمتعة، صح؟ اكيد. من خلال التعامل مع الموقع. فانا كان تصميمي للموقع عباره عن تصميم بسيط جدا، يحتوي على صور، عبارات اثرائيه كتبتها انا، رساله ورؤيه للموقع نفسه. طبعا اسم الموقع ما عرفتكم عليه، مناره الابداع. مناره الابداع نعم. فكان اكثر شيء يعني جاذب للصفحه هو الصور والكلمات الاثرائيه لتثري الطالبات. طبعا اكيد، بما ان احنا نتكلم لهذه الفئه مرحله ابتدائيه خصوصا الصف الاول الابتدائي، فصعب ان احنا ندور اصلا اشياء تجذب او تشدهم مع التقنيات والتكنولوجيا الموجوده مثل الايباد والالعاب اللي موجوده. صح. طيب اليازية، الموقع الالكتروني احنا انتهينا منه، لكن انت في وضع مشروع التخرج اكيد كان لك اهداف. ممكن تعرفينا وتعرف المشاهد الكريم
شو هي أهدافك وهل طبقتيها بالفعل أو في أهداف لين الحين ما وصلتي لها؟ طبعا مثل ما قلت لكم قبل أن تطبيق المشروع كان جدا صعب. بداية أهدافي أنا يوم فكرت قلت ماذا مثلا تخصصنا موهبة وتفوق، كانت الدكتورة عوشة الله يذكرها بالخير كانت داعم أساسي لنا، كانت تدعمنا دائما وترشدنا للخير، فكانت تقول لنا بما أن تخصصكم موهبة وتفوق فأبى شيء إبداعي، يعني ما أبى شيء، أبى في مشروعكم شيء إبداعي. فأنا قلت يمكن أني أنا أصمم الصفحة، بس شو الشيء الإبداعي اللي أنا أقدر أسويه في هذا الموقع؟ طبعا بعد العصف الذهني اللي سويته أكيد لازم تكون هالأشياء قبل أي مشروع. قلت ليش ما أسوي لهم آلة حاسبة وأربط موقع اللغة العربية بمواد ثانية كالرياضيات مثلا. وحاولت أشتغل طبعا على برامج ثانية مثل فيجوال بيسك اللي هو برامج البرمجة كيف تصممين آلة حاسبة، وجدت صعوبة ما قدرت أطبق الشيء، فغيرت هدفي لأني أربط مشروع اللغة العربية بالعلوم. فربطت مشروع اللغة العربية الأسئلة الإثرائية باللغة العربية ربطها مع العلوم. طبعا انت دخلتي اكثر من ماده في مشروع التخرج، يعني عندنا ماده ترفيهيه، عندنا ماده تعليميه، عندنا اسئله اثرائيه، وعندنا يعني كفايه ان في جذب او شد انتباه للطالب في هذه المرحله العمريه. طيب اليازية، النتائج اللي توصلتي لها، نتائج مشروع التخرج الى الان، في نتائج تنتظري انها تطلع ولا فعلا حصلتي على نتائج من هذا المشروع؟ طبعا تطبيق المشروع يمكن انا طبقته على مراحل، وكانت اخر مره المرحله الثالثه كنت مستخدمه معاهم الفيديوهات اللي انا سويتها ونزلتها على رابط اليوتيوب، هم يدخلون ويكتشفوا لي عن شو يتكلم الفيديو. فبما انهم طالبات مرحله تاسيسيه بعتهم مثلا اسماء الاشاره ما اخذوها، فصممت لهم فيديو يحتوي على اسماء الاشاره، وبالفعل شافوا لي الفيديو وكتبوا لي اسماء الاشاره وحفظوها، فهذا ناتج ما شاء الله، يعني هذا يكفي الناتج التعليمي يعني اللي خرج. فما بالك اذا مثلا نطبق هذا المشروع حق المدارس الثانيه او عممناه على الدوله كلها، ممكن تطلع ابداعات ومواهب ان شاء الله. يعني فكره المشروع هذه جدا رائعه لو احنا طبقناها على يعني فئه واسعه من الطلاب والطالبات. طيب اليازي، كم كان عدد الطالبات؟ ست طالبات طبقتي عليهم المشروع؟ طبقت عليهم بما انهم طالباتي وانا موهبه وتفوق، وبروحي انتقيتهم واخترتهم بعد مرحله طويله طبعا. وتخصصنا موهبه وتفوق جدا صعب، مش سهل انك تختارين الطالبه وتنتقينها، لان يعني مش كماده عاديه مثل اللغه العربيه ولغه انجليزيه تدخلين على الطالبات وتدرسينهم عادي، لا، هذه فئه من المجتمع لازم نحن نهتم فيهم. يعني انت بعد هذه تعتبر صعوبه واجهتيها في انك انت تختار، يعني العينه او الفئه المستهدفه ما كانت بطريقه عشوائيه نفس ما نشوف في الابحاث العلميه. لا، نحن درست هالفئه ست طالبات واكتشفتي مواهبهم، شفتي منهم يعني ان ناتج عن هذه الموهبه تقدر تستخدميها في المشروع. بالفعل اكتشفت مواهب وابداعات كانوا يسووا لي، حتى اعطيتهم ورشه موفي ميكر اعلى من مستواهم بما انهم طالبات متفوقات. وبالفعل ابدعوا لي، كانوا يشتغلون حتى عدالي، يعني ينزلوا لي الصور، ينزلوا لي الاصوات. والله جميل يا اليازية، يعني اكتشفتي منهم مواهب غير يعني مواهب. الجانب التعليمي حتى انه ممكن يبدعوا في نقاط ثانية. طيب اليازية، بما ان الفئة اللي انت طبقتي عليها المشروع تعتبر فئة اطفال، احكي لي موقف طريف صادفتش معهم اثناء تطبيق المشروع. اكيد اثناء تطبيق المشروع كانت في وايد مواقف طبعا استوت لي. من ضمن هالمواقف يوم اعطيتهم ورشة الموفي ميكر، تحمسوا طبعا معاي وايد وسووا لي ويابوا لي فيديوهات، وانا ساعرض كل وحده تقول لي ابلع عرضي مشروعي. فتخبلت وياهم صراحه، يعني من كثر ما احبوا الشيء فهم ابدعوا لي. يعني بصراحه يعني نقطه جدا يعني ممكن ناخذها بعين الاعتبار ان الطالب
تحمس للمشروع. تحمس للمشروع. يعني غير ان انت مش مدرسة الطالب او الطالبة، يعني خذوا عطى معاك في المشروع وانتج، واتوقع يعني ان شاء الله انه يكون ابدع. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب اليازية، ككلمة أخيرة، مشروع التخرج في المستقبل، شو حابة تطبقي من خلال هذا المشروع؟ كصفحة ويب سايت حاليا ان شاء الله يعني مستقبلا اطورها واحط فيها اقسام ثانيه تستوي كمنتدى، نقدر من خلال هذا المنتدى نتواصل مع اهالي الامور انهم يحفزون اطفالهم في انهم يدخلون مثل هاي المواقع الاثرائيه ويحلون ويتحمسون لها، لان اهالي الامور طبعا جدا مهم انهم يوقفون معانا عشان نطور من هذه المهارات. طبعا يعني اليازية قصدك انه يكون الموقع الالكتروني متاح للجميع. متاح للجميع نعم. من غير اي مبادرات ان مثلا نسوي زيارات لمدارس ونحفز الطلبه انهم يدخلوا الموقع، لا، يكون متاح للجميع، متاح والكل للجميع. ممكن يبادر من خلال الموقع. يكون هناك تواصل بين المنزل وبين المدرسه. من خلال الموقع. من خلال وخصوصا الموقع. التركيز على الطالب وكذلك ولي الامر. عشان ما نلاقي مثلا صعوبه في انه لازم نطبق الموقع بس في يعني فئه محصوره او مكان محصور مثل المدرسه. صح. يكون تعاون بين المدرسة والأهل من خلال تطبيق المشروع في المدرسة وفي المنزل. طبعا اليازية، أنا أشكر تواجدك معانا في هذه الفقرة، فعلا كان مشروع التخرج هذا أتمنى لك إن شاء الله التوفيق وإنه يطبق على يعني فئة واسعة من المجتمع، وإن شاء الله نسمع بعدين مشروع اليازية طلع. إبداعات الطالبات والطلاب، طبعا خصوصا ان احنا نركز على مرحله دقيقه، يعني المرحله الابتدائيه او التاسيسيه في المدارس، ممكن مع هذا الموقع ياخذونه في يعني طور التجربه والتطوير والتدريب ما الى ذلك، الى ان يوصلوا عندنا، يعني نعرف مواهب، تساعدينا ان نعرف مواهب الطلاب والطالبات في مجتمع الامارات. اشكرك اليازية على تواجدك معنا اليوم. مشاهدينا الكرام، خلصت فقرتنا مع اليازية، انتظرونا، عندنا فقرات متنوعة وكثيرة في برنامجنا اليوم. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين مع فقرة جديدة، اليوم بنتكلم فيها عن مشروع مختلف أيضا يطبق في جامعة الإمارات العربية المتحدة. هالمرة بيكون معاي مشرف من الجامعة أستاذ ياسر، والطالب محسن، والطالبة خديجة. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم معانا في هذه الفقرة. طبعا نحن حابين نتعرف عليك أستاذ ياسر. ياسر سعيد دحي، منسق الأنشطة الثقافية والتراثية، طلاب، ومدير مشروع مبادرة الشراكة المجتمعية بإدارة الأنشطة الطلابية. يا أهلا وسهلا ومرحبا فيك أستاذ ياسر. ومعانا الطالب محسن، ممكن تعرفنا بنفسك؟ محسن علي، طالب في جامعة الإمارات، تخصص هندسة ميكانيكية، عضو في مبادرة الشراكة المجتمعية، ورئيس مدير مشروع بسمة قسم الطلاب. قسم الطلاب، يا أهلا وسهلا فيك أخ محسن. وعندنا اختنا العزيزه خديجه، تفضلي خديجه عرفينا بنفسك. معكم خديجه جاسم الحمادي، طالب في جامعه الامارات سنه ثانيه، تخصص موارد بشريه. انا مسؤوله يعني في مشروع بسمه قسم طالبات. قسم الطالبات. طبعا احنا مشروعنا اليوم عنوانه الشراكه المجتمعيه، ولما نتكلم عن الشراكه المجتمعيه اكيد في تعاون ما بين الجامعه، طلاب وطالبات الجامعة، والمجتمع الخارجي، وعندنا طبعا عدة مؤسسات مشاركة فيها. أستاذ ياسر، ممكن تعرفنا شو فكرة المشروع؟ من وين بدت لكم هاي الفكرة؟ وأصلا كيف تم تنفيذها وتطبيقها؟ هي مبادرة الشراكة المجتمعية في البداية هي مبادرة من تقدمت بها الدكتورة بدرية الجنيبي، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الإنسانية بجامعة الإمارات، وهي الآن أيضا بالإضافة إلى تقديمها لهذه المبادرة هي المشرف الأكاديمي العام لمبادرة الشراكة المجتمعية. طبعا مبادرة الشراكة المجتمعية من أهدافها الأساسية هو مد جسور التواصل ما بين جامعة الإمارات
هو المجتمع المحلي عبر حملات ومشاريع وفعاليات توعوية تثقيفية في كافة المجالات التي المجالات المتعلقة في عالم الصحة، عالم التعليم، ممكن المجالات الاقتصادية، ممكن مجالات لها علاقة بالتنمية البشرية الداخلة في عالم الأطفال. يعني ما شاء الله موضوعات مختلفة وتطرقتوا لعدة مجالات، ما اقتصرتوا على مجال معين. نعم، هي لأنها بدأت المبادرة بمجموعة حملات كان إطلاقها قبل تقريبا سنتين من الآن. كانت فرصة في مشاركة جامعة الإمارات في قافلة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، القوافل الثقافية أكيد نعم. كلنا نسمع عنها. اغتنمناها فرصة في أن نطلق مبادرة الشراكة المجتمعية عبر حملة كان اسمها حملة ضد المدوخ. هذه أول حملة كانت في مبادرة الشراكة المجتمعية. ثم توالت الحملات، حملة مخاطر تكنولوجيا، حملة اليوم الأخضر، وهكذا، وتنفذ في أكثر من موقع. وجدنا بعد فترة بأنه إحنا من الأفضل أنه يكون لنا يكون هناك ناظم أو هيكل تنظيمي لهذه البرامج وهذه الحملات، بحيث توزع تحت مظلة أو سقف مشروع. نعم. الصحة ضمن مشروع، التعليم ضمن مشروع، وما إلى ذلك. يعني يعتبر خصصتوا لها جانب أو ركزتوا على المجالات بشكل يعني أكبر. أكبر. نعم. بالضبط. أيوة. فصار عندنا مشروع اسمه مشروع لك فاحفظها. هذا يعنى بالكيف الحفاظ على المرافق العامة. نعم. والمال العام ضمن حملات توعوية في هذا الجانب. وفي حمله في مشروع ايضا، مشروع بسمه. نعم. ايوه، وهذا ضمن مشروع سند لدعم المبادرات الطلابيه. وايضا مشروع صحتي مستقبلي. نعم. ضمن برضه يطرح في له عده حملات. نعم. ايضا لتنميه مهارات التنظيم وإدارة الفعاليات وأيضا المهارات القيادية عند الطالب. ارتأينا احنا انه كل مشروع يتم ترشيح طالب لأن يديره مشرف كمدير أو مشروع مسؤول. مدير. نعم. مشروع بسمة، مدير مشروع صحتي مستقبلي، مدير مشروع. يعني احنا عندنا جانبين، اللي هو نوصل رسالة للمجتمع في مجال من المجالات، وكذلك نعزز دور الطلبة سواء كان قسم الطلاب أو الطالبات في الجامعة. مثل ما سمعنا من الأخ محسن والأخت خديجة، أنتم مسؤولين ومشرفين عن مشروع اسمه بسمة. طبعا أخ محسن في قسم الطلاب وأخت خديجة في قسم الطالبات، خبرونا شوية عن هذا المشروع، شو فكرته ومن وين بديته وشو شفتوا اصلا الطلاب عندكم قسم الطلاب والطالبات؟ هل كان في مشاركه؟ هل كان في حماس؟ هل كان في يعني حابين انهم يبادروا ويشاركوا في هذه الفكره؟ هو قبل ما اشرح عن الفكره بغيت اقدم تحيه اول شيء للاستاذه بدريه الجنيبي اللي هي صاحبه فكره مبادره الشراكه المجتمعيه. تستاهل دكتورتنا. والاستاذ ياسر الدحي واللي هو مدير في مبادره الشراكه المجتمعيه. يستاهل استاذ. يقدمون لنا كل الدعم عشان نقدم افكارنا. نعم. للمجتمع. مشروع بسمه هو كمختصر هدف ان نرسم البسمه في وجوه في افراد فئات المجتمع. نعم. تابع للمشروع بسمه في اكثر من حمله. العضوه خديجه لها حملات تنظم في جهه الطالبات، وانا كمدير في مشروع بسمه عندنا حملات كجهه الطلاب نقدمها. نعم. حملتنا القادمة راح تكون كطلاب هو دعم العمال في فصل الصيف. والعضوة خديجة عندها حملة قادمة راح تكون زيارة لذوي الاحتياج الخاصة. نعم. وحبيت افتح لها المجال عشان تشرح ونفتح لها المجال. اخت خديجة خبرينا شوية قسم الطالبات، شو أول مبادرة أو أول حملة ضمن مشروع بسمة طبقتوها؟ وفي نفس الوقت بعد شو وجدتي من طالبات الجامعة؟ يعني هل كان منهم مبادرات ومشاركات او مثلا كانوا يشاركوك في الافكار؟ اول شيء اول حمله قلنا بنسويها هي زياره مراكز ذوي الاحتياجات الخاصه. هذه اول حمله في المشروع في قسم الطالبات. ايوه. حصلت وايد يعني دعم، مشاركات يعني من الطالبات
ان الكل متحمس اصلا للفكره والمشروع، ان نحب نسير هناك نسوي فعاليات للاطفال. ليش؟ لان نحن يعني نبى نكسر الحاجز اللي بيننا وبينهم، بين هذيل الفئه يعني. نعم. وبعدين هم اصلا يعني انه جزء لا يتجزا من هذا المجتمع. هذه اهم نقطه هي. فعلا اخت خديجه. وبعدين نحن يعني شو نبى نسوي؟ ان نبى نفتح المجال لهم ونشوف شو مواهبهم، شو يعني شو الاشياء اللي هم يقدرون يسوونها، نحن ندعمهم ونخليهم يعني يكونوا شيء يعني. طيب احنا شايفين ان في مشاريع اخرى، افكار اخرى تسلط الضوء على فئات معينه. مشروع بسمه كان مثلا مسلط الضوء اول حمله على فئه ذوي الاحتياجات الخاصه. شو اللي ميز مشروع بسمه عن باقي المشاريع والافكار خصوصا مع هذه الفئه؟ هل كان من جانب الطالبات، المجتمع تفاعل معاكم، ذوي الاحتياجات الخاصه بالاخص؟ شو كان نوع التفاعل او شو اللي ميز مشروع بسمه؟ يعني نحن ليش فكرنا في المشروعها او هاي الحمله؟ حسيت ان الطالبات كانوا وايد يعني متحمسين لان هالفكره، وخاصه هذيل هالفئه يعني قالوا ان نحن بنصير عندهم، ايش ان نزرع الابتسامه. حتى على فكره فكرنا في شعار للحمله اللي هي ازرع ابتسامه تحصد سعاده، فقلنا انه حلو نبدا فيه ليش ان نحن طالبات بعد، وان شاء الله يعني نكون يعني نحصل الثمار. ويا رب هالبسمه والسعاده ان شاء الله تكون لكل المجتمع والفئات والناس. طيب ارجع لك استاذ ياسر، من هذا المشروع وهذه المبادرات وتطبيق حملات، يعني ما شاء الله انتم صايرين مكملين الحين سنتين في تطبيق هذا المشروع وما زلتوا مستمرين ما شاء الله في هذا المشروع. الاهداف اللي كنتوا ترغبوا انكم تطبقوها من خلال مشروع الشراكه المجتمعيه، خبرني شويه عن الاهداف وشو الاهداف اللي فعلا حققتوها من هذا المشروع. طبعا هو الهدف الاساسي هو انه الطالب نفسه في جامعة الإمارات، الطالب في الجامعة تنمو عنده حس المسؤولية المجتمعية. نعم. وخدمة المجتمع. ويشعر في نفس الوقت بأن هناك دور ما ينمو ويكبر ويتراكم في داخله باتجاه أفراد المجتمع وفئات المجتمع المختلفة التي هي تحتاج الى هكذا نوع من المبادرات والحملات. وغير هذا احنا يعني ممكن نقول ان نساعد الطلاب سواء كان قسم الطلاب او الطالبات، غير انه يكون في جانب تعليمي هناك جانب تدريبي، جانب تطبيقي، لان الجامعه اكيد بتعطيك المواد الدراسيه او المنهج التعليمي، لكن انت محتاج بعد انك تخرج للمجتمع الخارجي اكثر. جدا هذه يعني هذا الجانب الاخر، يعني هناك الحياه الاكاديميه والعالم الاكاديمي. صح. وهناك ايضا حياه اخرى، الطالب خارج قاعات الدرس. نعم. حياته اليوميه، يوميات. نعم. طالب الجامعه وطالبه الجامعه وكيف يقضيها داخل الجامعه وخارج الجامعة. فعلا. مبادرة الشراكة المجتمعية تسهم في إزهار هذه الحياة في للطالب خارج قاعات الدراسة. وأنا بصراحة صحيح مؤكدة أنها هي حياة مختلفة كلياً ما بين القاعات الدراسية، وإني أطلع وأشوف ناس يمكن مش طلاب، يمكن مش أكاديميين، موظفين، خبراء، يعني ناس من مختلف الفئات والمستويات. فبالتالي أستاذ ياسر إحنا لازم نشوف تجربة الطلاب اللي معانا. أخ محسن، لما خرجت للمجتمع والحياة الخارجية برا الجامعة، شو حسيت إن هذه التجربة أضافت لك كطالب جامعي؟ وبرجع لك بعد أخت خديجة. كإضافة للطلاب هناك أكثر من جانب. في الجانب الشخصي ان الطالب ان لما يكون مركز بس في الجانب الاكاديمي يكون مبتعد عن الجو الاجتماعي، فلما. نعم. يشارك في الفعاليات والانشطه المجتمعيه راح ينمي في نفسه يعني قدرته في ثقته في نفسه وتفاعل مع المجتمع، اللي بالاكيد بعد ما يتخرج راح يفيد انه لما يكون في بيئه عمل انه يتواصل. نعم. مع الاخرين. صحيح، هذه اهم خطوه. فهالهدف من مبادره الشراكه المجتمعيه ان نشجع الطلاب انه يشاركون في الانشطه علشان ننمي فيهم قدراتهم الشخصيه. نعم. وانهم يتفاعلون مع المجتمع. واخت خديجه شو بالنسبه، يعني اخ محسن ما شاء الله مبين عليه انه استفاد من تطبيق المبادره. ترى حتى انا بعد استفدت من المبادره. يعني اول شيء انها تشجع اصلا الطالبات، مو بان نحن هني بني الجامعه بس خلاص دراسه وما اعرف شو، لا. صح. بعد نحن نقدر نشتغل ونسوي ونثبت وجودنا.
ليش؟ انه يعني ان حياة المدرسة اصلا غير عن الجامعة. نعم. فيعني نحن لازم نسير نشوف ناس غير الناس، يعني غير الطلاب وغير المدرسين، يعني نعرف كيف نتفاهم معاهم ونتعامل معاهم على اساس انه يوم بعدين انا بتخرج بشتغل اعرف كيف انا اتفاهم معاهم واتعامل معاهم، يعني يكون سهل الموضوع. صحيح. طيب استاذ ياسر، ملاحظاتك سواء كان من الجانب الطلاب او الطالبات، فعلا هذه تطبيق هذه المبادره كيف انعكس عليهم؟ طبعا من اكثر الملاحظات هي شخصيه الطالب نفسه. الطالب نفسه في مشروع او في اعداد حمله ما كفريق عمل يضع الخطه ويعد لها من تجهيزات ومتابعات وخطابات ومراسلات وتواصل واجتماعات ولقاءات ميدانية مرات عبر الهاتف. هذه أمور كلها يعني تنمي في عند الطالب شخصية واثقة، أيضا تجعله أكثر اندماجا مع الحياة ومع المجتمع ومتغيراته. صحيح. وبالتالي تجدينه هو يساهم في 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 حركة التغيير وحركة التنمية. بالتأكيد. داخل. صحيح. المجتمع نحن بحاجة إلى تطوير هذه العلاقات الاجتماعية والتواصل جدا مع المجتمع، خصوصا انه في المنتهى احنا نساهم في بناء المواطن الصالح والمتصالح. صحيح. مع هذا النمو وهذا التغيير والتنمية اللي يحدث في ظاهر وعمق المجتمع هنا. نعم. في دولتنا دولة الإمارات. طيب احنا ممكن نقول ان الشراكة المجتمعية هي البيت الكبير اللي بنينا عليه هذه الحملات وهذه المبادرات. صحيح. لان مبادرة الشراكة المجتمعية عندها طموح ودائما في مشروع ما يظهر. نعم. والمشاريع هذه من الطلاب مرات هم يقترحونها، يعني يدكم افكار فعلا من أيوة الطلاب. مثلا في مشروع مثلا سفراء مبادره الشراكه المجتمعيه، في هناك طالب مش موجود هنا عمر الظاهري. طبعا انا اريد اقدم التحيه برضه لفريق عمل مبادره الشراكه المجتمعيه التاسيسي اللي بدانا معاه بالفعل. كان الطالب احمد صالح. نعم. الطالب علي المزروعي. علي الشامسي، عبد الله المانعي. حمد الرشيدي، احمد الجنيبي. واخرين، يعني عذرا اذا ما استحضرت او حضرتني اسمائهم. نعم. لكن كانوا بالفعل بذره اثمرت بشكل كبير جدا. كانت من نتائجها اعضاء جدد ومشاريع جدد وفريق استفادوا جديد. من خبرات السابقين بمعنى اصح، يعني من المؤسسين ممكن نقدر نقول. اي، لانه هم كانوا مؤسسين، هم اللبنه الاولى في مبادره في الشراكه المجتمعيه. كان ثمرتها انه الان معنا مشروع بسمه، فريق عمل جديد، وجوه جديده في مبادره الشراكه المجتمعيه، محسن. نعم. خديجه، أعضاء كثر في عند الطالبات الآن توسعت المبادرة، أصبحت عند الطالبات توسع لهذا المشروع حتى يصل إنه مبادرة الشراكة المجتمعية تريد تطمح أن تدخل أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة الإمارات. يعني الإمارات مش بس مقتصر على الطلاب. هي بالضبط. يعني الطموح كبير. نعم. جدا، والمؤسسات في داخل الدولة بكل اتجاهاتها داعمة بشكل كامل لهكذا نوع من المبادرات. في نهاية هذا اللقاء بصراحة ما عندي كلمة أقدر أقول لكم عليها غير أني أنا فعلا سعيدة بتطبيق هذا المشروع وهذه المبادرات اللي ركزت على فئات مختلفة في المجتمع. كلمة أخيرة بس نسمعها منك أستاذ ياسر. أدعو جميع طلبة الجامعة، طلاب وطالبات، للحاق بمبادرة الشراكة المجتمعية، لأنها حقيقة مبادرة الشراكة المجتمعية تمنح للطالب بناء شخصية مختلفة. نعم. وأيضا تعزز من نشر ثقافة الخدمة المجتمعية والمسؤولية المجتمعية. وبالتالي يجد الطالب نفسه دائما في عملية تجديد وتغيير متجددة. ومساهمة. فعلا. مساهمة للمجتمع منه، مبادرة منه، عطاء. نعم. دائم لمجتمعه هنا في وتوسيع لأفكاره وطموحاته. أكيد هذا. نسمع للطلاب والطالبات كلمة أخيرة منكم. كلمة الأخيرة مثل ما ذكر أستاذ ياسر، مبادرة الشراكة المجتمعية هي فرصة أو رسالة من الجامعة أن نقدم
الخدمة للمجتمع نثر المجتمع، وأيضا هي فرصة للطلاب أن يبرز مواهبهم الشخصية ونطور في النمي قدراتهم بإذن الله. إن شاء الله الأهداف كلها تتحقق. وأخت خديجة نسمع منك كلمة أخيرة. وأنا بعد ما عندي شيء أضيفه، كل اللي قالوا يعني نفس اللي قالوا. كل اللي أنا بقول حق الطالبات والطلاب أن شاركوا ويانا بتستفادون، يعني سواء كان في الدراسة ولا في حياتكم العادية. في نهاية هذا اللقاء بصراحة سعيدة جدا بتواجدكم معنا، وأشكر تواجدكم وأشكر مبادرة الشراكة المجتمعية أنها كانت معنا اليوم في البرنامج. أعزائنا المشاهدين، في فقرة ثانية انتظرونا بعد هذا الفاصل. ورجعنا لكم أعزائنا المشاهدين في فقرة التقنيات. اليوم في هذه الفقرة معانا الطالب ذياب من جامعة الإمارات. شحالك ذياب؟ الله يعافيك. شو أخبارك؟ صحتك بخير. شو رأيك في جو التقنيات اللي احنا فيه اليوم؟ صراحة جو عالمي الصراحة، أشياء جديدة أول مرة نشوفها. طيب شو رأيك تعرفنا وتعرف المشاهدين بنفسك؟ اسمي أول شيء ذياب عبد الرحمن النيادي، طالب جامعة الإمارات السنة الثانية تخصص إعلام. ذياب اليوم ان شاء الله نحن بما اننا موجودين في هذا المكان في عندنا منتجات، في عندنا تقنيات، فاليوم شو بتخبرنا؟ والله اليوم عندي جهازين بتكلم عنهم. الجهاز الاول تلفزيون سوني LED، والجهاز الثاني ايفون 5S. طيب شو رايك نبدا بالجهاز الاول؟ الجهاز الاول هذا ورانا هني هو تلفزيون سوني LED 42 انش. 42 انش اكثر انش هو 84 يعني 84. الاسعار تبدا من 3700 لل 42، اما ال 84 يعني سعره 99999. حلو. طيب وهو طبعا 3D ال LED فول اتش دي، اما ال 84 انش هو يعني تايمز 4 اتش دي، يعني ضرب اربع مرات الاتش دي العادي هذا. ايوه. وهذا فيه واي فاي، يعني ان تقدرين تتصفحين النت لانه فيه واي فاي، تقدرين تشبكين فيه. ويعني الصراحه الجهاز جميل، وفي سايد يعني التي في سايد فيو، يعني من اي جهه تكون نفس الفيو يعني. وهذا هو. طيب ذياب، المستهلك او المشتري لما يروح المحل ويبي يشتري مثلا نوع من انواع التقنيات اللي موجوده الحين، المفروض شو على اكثر شيء المفروض المستهلك يركز عليه؟ اكثر شيء المستهلك يركز عليه المفروض او شو يركز عليه في الواقع؟ يعني في الواقع واشياء لازم ينتبه لها وهو يشتري هذه الاشياء اللي لازم ينتبه لها، اللي هو الشو الكواليتي، عفوا الكواليتي لازم يركز عليه المستهلك يعني. وشوف السعر، يعني ما بدنا يشوف شيء جديد وما يهم السعر وياخذه من دون ما يعرف الاوبشن او الكواليتي بتاعه. نعم. طيب شو الاشياء اللي ممكن تغيب عن بال المشتري؟ يعني احنا شايفين ان التقنيات الحين ممكن المشتري يكون عنده تقنيه حديثه تنزل الاحدث منها يكون بعد معاه نفس التقنيه في هذه الاجواء، فشو رايك انت ذياب؟ انا رايي الصراحه يعني وانا واحد منهم يعني ان يعني اهم شيء شيء جديد. اوكي عندي اللي يكون اقدم عنه يعني واخذ الايدت، ما اعرف شو الاوبشن اللي زادوه عليه، اهم شيء جديد يعني. يعني الناس ما يقولون جاست فور شو يعني. ايوه. هذا هو. يعني هذا اللي ماشي في السوق الحين. نعم هذا اللي ماشي في السوق، والشركات ما تقصر في الترويج حق المنتجات الجديده يعني. بس انت فعلا تشوف مثلا لما تشتري مثلا جهاز احدث، تشوف فعلا انه في تقنيه انضافت له ولا ما تلاحظ هالشيء؟ والله اذا دققت فيه الاحظ، اما اذا بس في الشو يعني تراوي الناس عشان تدقق فيها. فهذه التقنيات اخ ذياب كيف نستخدم ال 3D؟ ممكن تخبر المشاهد عن الطريقه والكيفيه؟ في تلفزيونات ال 3D كيف نستخدم 3D؟ لازم اول شيء توافر ثلاث اشياء عشان تكمل عمليه مشاهده 3D. الشيء الاول الدي في دي 3D خاص، يعني مش اي دي في دي، لازم يكون 3D. الشيء الثاني التلفزيون انه يكون 3D. الشيء الثالث يكون نظارات 3D موجوده. في عيوب لل 3D؟ صراحه عيوب كثيره يعني، ومن اهمها يعني في نعم من اهمها يعني ان اول شيء العيب الاول ان الدي في دي يكون غالي.
ثاني عيب الافلام اللي بنشوفها اصلا بنستخدمهم نادر نادر يعني تحصلين افلام 3 دي، واذا حصلتي تحصلين بسعر غالي لانه يعني يكون مطلوب ومش موجود اصلا، يعني اساسا الكميه مش موجوده. ايوه فيستغلون هالشيء ويغلون اكثر يعني. طيب بالنسبه للاحجام، احجام التلفزيونات الحين احنا قاعدين نتكلم عن تقنيه ال 3 دي وعيوبها ومميزاتها، طيب شو بالنسبه لاحجام التلفزيونات؟ احجام التلفزيون طبعا كل ما زاد حجم التلفزيون كل ما زاد الفول اتش دي ماله، هذا اول شيء. ثاني شيء كل ما حسيت انه ريل اكثر يعني تحسين انه واقعي اكثر. وثالث شيء يعني ان ال 3 دي طبعا يكون مور ريل يعني. يعني هذه بعد اعتبرها ميزه من 3 دي، وانت تشوف الميزات اكثر ولا العيوب اكثر؟ هي ميزه طبعا، لكن عندي نقطه انه مش معناته ان كل ما كبر ال 3 دي واستوى مور ريل يعني انه لازم نشتري، مش شرط يعني. ان تقدر تكتفي بنص الانش يعني 55 انش عملي يعني وزين يعني عادي يعني. طبعا دياب احنا تكلمنا عن تقنيه ال 3 دي وعرفنا مميزاتها وعيوبها، في معلومه حاب تضيفها بالنسبه لهذا المنتج؟ ذكرت معلومتين صراحه. المعلومه الاولى ان نقدر نستخدم يو اس بي ونشوفها يعني كانه كمبيوتر عادي. والشيء الثاني انه في لايت سنسر يعني اضاءه التلفزيون اوتوماتيك يعني على اضاءه الغرفه نفسها يعني. طبعا هذه ميزات بعد انضافت في التقنيات الاحدث من اللي كانت موجوده قبل. في مميزات اكثر واكثر ما بنتعمق بصراحه، لان لو تعمقنا ما بنخلص. ايوه اكيد. بس انت قلت لي انه في منتج ثاني بعد بتكلمنا عنه اليوم صح؟ ان شاء الله. شو المنتج الثاني؟ المنتج الثاني ايفون 5 اس يعني. طيب ممكن ناخذ فكره عنه والمعلومات اللي بتوصلنا لها؟ اكيد. وصلنا طبعا للمنتج الثاني اخي دياب، قلت لي انه هو ايفون 5 اس. ليش هالاقبال الكبير على هذا المنتج؟ الاقبال الكبير بصراحه انا ممكن اختصرها بكلمتين، ان الايفون 5 اس كسر السوق يعني كسر كل المنافسين يعني. لان اول تلفون يستخدم تقنيه البصمه. فالناس يعني سمعت البصمه حابه تعرف شو البصمه، تبى تجرب البصمه. فكلهم جربوا، وخاصه انه يعني نزل لون منه جولد. فكلهم يبون يجربون ويشوفونه. والجولد اول ما نزل في السوق كان يعني اغلى عن الالوان الثانيه لانه كان مطلوب بشكل كبير. يعني حتى الالوان لها دور في تحديد سعر المنتج. غير شيء اكيد في ميزات ثانيه صح؟ نعم. ميزات الايفون تقريبا يختلف شيء بسيط عن الايفون 5. سرعه الفون نفسه والبصمه والكاميرا زادوها شوي، استوت 8 ميجا بكسل. هل الناس منتبهه لهذه التقنيات او هذه التحديثات الجديده في المنتج الاخير ايفون 5 اس؟ يعني هم الشيء الخارجي يعني البصمه، هذه اللي فارقه معنا. اهم نقطه كانت في المنتج. هذا اللي فارقه مع الناس. بس وزن الفون يعني اقل عن ايفون 5. تقريبا وزن ايفون 5 اس 112 جرام. اخف يعني تقريبا. اخف يعني. منه. وبالنسبه في معلومات اضافيه للمنتج؟ بتكلم عن البطاريه اذا ستاند باي يعني نقدر نستخدمها ل 250 ساعه، واذا كنا نتكلم في الفون نقدر نستخدمها ل 10 ساعات، واذا كنا مثلا مشغلين ميوزك يشتغل لمده 40 ساعه. اهم شيء البطاريه. اهم شيء. وانها تعيش معهم فتره بس طويله. بس في الايفون بصراحه البطاريه عيب يعني، في يعني بسرعه تخلص يعني. ان شاء الله يطورونه في الايفون 6 القادم ان شاء الله. احنا بنستمر بهاي التحديثات معك اخي دياب. ان شاء الله بتشوفوني مع الايفون 6 ان شاء الله، ويعدلون عيب الباتري ان شاء الله. ان شاء الله. نشكرك اخ دياب على هذه الفقره والمعلومات اللي عرفتني عنها بصراحه وعرفت المشاهد عنها. ان شاء الله المشاهد يستفيد من هذه التفاصيل حتى لو كانت بسيطه في شراء لهذه المنتجات. العفو واجب علينا، ان شاء الله يستفيدون من المعلومات البسيطه اللي قدمناها. وهذا واجب علينا ان شاء الله. تسلم يا اخ دياب. اعزائي المشاهدين، طبعا احنا وصلنا للفقره الاخيره في حلقتنا اليوم. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. معكم اختكم اميره الوحشي من قسم العلوم السياسيه في جامعه الامارات، وفي امان الله.
Thank you.